اليوم غتعرفوا الحقيقه ديال السريعه، صوت وصوره. غنحط لكم واحد المقطع فيديو صوت وصوره، شوفوا هاد السيده كيفاش كتادي بنات سعاد، كيفاش كتاجر بنات سعاد. ونداء للمحسنه، المحسنه اللي كنتي كدعمي في هاد السريعه وكتصيفط لها الفلوس باش يديروا الشكايات في القنوات، ملي غتشوفي هاد الفيديو كنتمنى واش ترضاي انت على بناتك يتصوروا بهاد الطريقه ويتاجر بهم بهاد الطريقه. وانتوما القنوات اللي كدافعوا على السريعه واش ترضاو على وحده تحط لكم بناتكم بهذه الطريقه؟ هاد الفيديو اللي غنحط اليوم بغيت كلشي يتفرج فيه، جميع المغاربه، ونداء للجميع دعمونا باللايكات ديالكم بالبارطاج ديالكم وبالتعاليق ديالكم. بغيت الاراء ديالكم في هاد الفيديو، تعرفوا الحقيقه ديال السريعه كيفاش كتاجر بهاد البنات اللي كتقول لك هاد البنات انا امانه عندي، انا هاد البنات كنحميهم، انا بغيهم خلاهم عندي وانا مسؤول عليهم، كيخرجوا بطريقي وكيدخلوا على طريقي. اليوم غتعرفوا بزاف ديال الحوايج ونبشرك السريعه، نبشرك الفيديو صيفطته لسعاد، صيفط لسعاد المقطع وغادي يضاف لك الشكايات. كوني اكيده اليوم جبتي الربحه بهذا الفيديو، هذا المقطع صيفطته، المقطع ديال البنت صغيره اللي كتاجر بها بهذه الطريقه. انتي كديري الاغراء الرجال اللي متبعينك، عفوا المكابيت اللي متبعينك، كديري من الاغراء وكتاجري بنات سعاد. كما ديك المره صورتيهم اللي كانوا في طنجه، صورتي البنت قال لها غتمشى عريانه، درتو لنا السبب البحر، لا حق البحر ولا البنت باقا صغيره ولا المراهقه، وبديتو كتدرقوا عليها. اليوم بغيتكم تخرجوا وتوضحوا الحقيقه ديال هذا الفيديو، واش نتوما ترضاو على بناتكم يتصوروا بهذه الطريقه ويتزومي لي على مؤخره ديالهم بهذه الطريقه؟ هادشي ما كيشرفناش حنا كمغاربه، هادشي خاصو حد، هادشي خاصو يتوقع ليه حد. ان السريعه كتبغي تثير الجدل باي طريقه. هاد الفيديو تيليشارجا صيفط لسعاد وغادي يوصل حتى الاستاذ المحامي الروقاني باش نعرفوا الحقيقه ديال هاد السيده. هاد السيده شكون اللي كيدعمها؟ شكون اللي ورا هاد السيده اللي كل مره كتوثق لنا الصوره ديال المراه المغربيه بهادشي اللي كدير في القناه ديالها؟ غنخليكم مع المقطع ديال الفيديو، كنتمنى تعطوني اللايكات اخوتي، راه كيضربوني بالسينيال وكنغامر انني نحط لكم هاد الفيديوهات. دعموني باللايكات ديالكم وبالتعاليق ديالكم، خليكم مع الفيديو عاد غندوزو للتحليل ديال هاد الفيديو. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذا منكر. شفتوا السريعة كيفاش مصورة البنت؟ شفتوا كيفاش كتزوي على المؤخرة ديالها؟ شو الحركة اللي دايرة البنت؟ شفتوا فين دايرة البيجامة هذيك؟ كيديروا على لاصيانات، كيديروا على العاهرات مع احتراماتي للجميع. المرأة اللي كتكون عارفة شكون اللي كيدير ديك اللعيبة، كيلصقوا البيجامة هنا في السليب ديالهم وكيبقاو يدوروا باش كيبينوا على المؤخرة ديالهم. عيب وعار بنت بديك الطريقة قدام مكان عمومي، بلاصة عمومية، البنت كتسارى في المور ولا شناهو ودير ديك الشدة بحال ما هكاك، وانت السريعة بالعاني خليتي البنت كتمشي قدامه وكنتي كتزومي عليها وكتصورها من المؤخرة وكنتي لها دير دوك الحركات. عيب وعار. ها علاش السعاد كتفقص؟ ها علاش السعاد كيجي انهيار عصبي؟ ها علاش السعاد كتبكي على بنتها؟ راه حشومة وعيب وعار تصور بنت بديك الطريقة. إلا كنتي انت السريعة عاهرة ما تخليش البنات تما يخرجوا عاهرات بحالك. علاش كنقول لكم ان السريعه راه كانت خدامه في وكر ديال الدعاره، كانت كدير الوساطه، كانت كتصيفط البنت بيع وتشري في البنات، كذلك باغا دير بنات سعاد. شوف كيفاش كتصور في البنت اللي باقا قاصر. ياك نتوما كتقولوا كلنا مع البنات، كلنا مع القاصرات، ها البنت قاصر وكتاجر بها، ما هي امها ما هي باها، شكون يعطاها الحق؟ شكون اللي عطاها الحق تاجر بالبنت بديك الطريقه؟ هذا سميتو الاتجار في البشر. البنت باقا قاصر ولا كلنا القاصرات غير على يسرى. كنتمنى يا المحسنه اللي كنتي باغا تصيفط لنا للحبس وكتحطي ملايين صحاح تشوفي هذا المقطع ديال الفيديو، راك كتفرجي فينا دابا،
دابا كنتي ما كنتيش فاهمه في الاول، دابا هي الصوره وضحت قدامك. واش ترضي انت كمرأة مغربيه بنتك تصور بهذه الطريقه، ولا انت تصوري بهذه الطريقه؟ سريعه بالعاني كدير هكاك، سريعه كديرها متعمده باش تخلق الجدل، وباش المكابد اللي متبعين فيها، حيت متبعين اصحاب الليل، راك عارف شي واحد ملي كيكون مشي تحت المنطقه وكيتفرج في دوك الفيديوهات، هاد السريعه متبعين هذوك لو جون بحال هكا، يا الكلبه يا المسخه يا اللاقيطه. حيت انت جايه من وكر ديال الدعاره، عندك عادي انك تجري في المشاكل بحال هكا، على السعاد كتعصب وعلى السعاد كتبكي، ملي كتشوف بنتها واش تبغي انت وحده ضرتك تصور لك بنتك بهذيك الطريقه بحال هكا وتتاجر بها. البنت خاصها تحيد السريعه من الاخر، يا اما ترجع عند مهمه الاصلاحيه، صافي سالت الكتابه. بالعاني كتعمد كتشوه دوك البنات، كتشوههم وكتعجب بهم كما بغات. هاد السيده راه ما كاينش في قلبها الرحمه، هاد السيده راه دايره مناكير في الماضي ديالها، بحثنا في الماضي ديالها السيده دايره اكثر من هاد المنكر اللي كاين دابا في السوشيال ميديا. هادشي اللي كيبان لكم نتوما راه غير شويه، السيده مدوزه اكثر شحال من عائله شتات، شحال من عائله خربات. هاد السيده كتنتقم من سعاد بناتها، حيت البارح خرجت سعاد عطاتها القاصح، اليوم خرجت متعمدة بهذا الفيديو انها تصور مؤخرة ديال زهيرو، والبنات عاجبهم الحال لان البنات باغي الحرية، داكشي اللي البنات لاصقين عليها، بنات سعاد لاصقين عليها ماشي حبا فيها، لاصقين عليها لان عاطيهم الحرية، خرجوا لبسوا، زيروا على المؤخرة ديالكم ماشي مشكل، ديروا المكياج ماشي مشكل، هادشي علاش البنات لاصقين عليها. دابا عرفتوا علاش سعاد كتغوت؟ عرفتوا علاش البنت خاصها ترجع مع امها؟ لان البنت الا بقات مع السريعة غتخرج عاهرة. سالت الكتابه، البنت الا بقات مع السريعه غادي يوقع عليها اكثر من داكشي اللي وقع للعسره اختها الكبيره، غادي يوقع عليها اكثر، وعقلوا قولوا قلت لكم الا بقات مع السريعه غادي يوقع عليها اكثر. والسريعه والله القسم الى الفيديو تريشارجا والله تسجل ربحها، انا نقول لك ايامك معدوده، ما تخرجيش تقول لا حقا. ملي كيجيبوا هاد المعلومات شوفي الفيديوهات اللي كديري انت، شوفي انت مازال السيده غادا زايده فيه، هادشي خاص السلطات تدخل فيه، لان هاد السيده عيقت بزاف، خاصك توضح حد لهاد الشوهه هذه. ولات ديال البنات سعاد اكثر من روتيني اليومي، اكثر من روتيني اليومي، حنا عارفين اللي كيديروا هاد الشده ديال كيطلعوا ديك القشابه هنا وكيوحلوا في السليب ديالهم، كيديروا ديك صحاب روتيني اليومي باش كيديروا الاغراء ويبقى متبعينهم دوك المكابيت. كذلك السريعه هادشي اللي كدير كتروج في قناتها، بغيتوا تتفرجوا بنات سعاد ما تفرجوا، صوري المؤخره ديالك انت بعدي من البنت باقا صغيره. يلا يا كلكم كتهضروا بالحق وكلكم كتقولوا حنا مع البنات، ولا كنتوا مع البنات خرجوا عطيو السريعه الراس، قولوا كلمه حق يا المنافقين، خرجوا وقولوا كلمة حق، ولا نتوما عاجبكم هاد الشوهة حيت ماشي بناتكم نتوما، عادي تصور ديك الطريقة البنت، بالنسبة لكم هادو فيديوهات عاديين، بالنسبة لي أنا ماشي عادي هادشي، ولا نتوما بالعاني عاجبكم هاد الشوهة وعاجبكم الأدسنس وعاجبكم تدفعوا على عقوق الوالدين، لا كلنا عسرة كلنا فلانة كلنا فردلانة كلنا علانة، أجمعوا راسكم شوية راكم بهدلتونا. هاد السريعة شوفوا موراها شي حد اللي كيدعمها باش كدير بحال هاد الفيديوهات باش تشوه الصورة ديال المغرب وتشوه الصورة ديال المرأة المغربية، بالعاني متعمدة، كل مرة كدير شي خرجة متعمدة بالعاني 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 باش دير الجدل، وهي قالت أنا مثير الجدل بالفضيح وبالشوهة. هادشي اللي كاين أخوتي، هاد الموضوع طلع لنا في الراس ديالنا، هاد الموضوع فات الحد ديالو، خاصو حد صافي، اللهم إن هذا منكر. تحياتي لكم أخوتي، ما تنساوش خليا الآراء ديالكم واللايكات ديالكم والبارطاج. باي باي عليكم، إلى فيديو قادم إن شاء الله.